وعي بطلات هربت تششوق عليا مع هاد السيد هذا. لا شفقة ولا رحمة في قلوب هاد الناس. اش كيوكلوا لولادهم؟ واش كينعسوا ولا ما كينعسوش بالليل؟ اصبوا عليا بطلات، اصبوا عليا بطلات، الدم بارد. وطات الحاج عصابة خطيرة اللي كتستغل ساكنة المغرب العميق، عصابة اللي كتحاول باش أنها توهم أي فاكانسي بغى يستمر وراء الجبال، في حين أن الحكومة كتدعم هاد المبادرة. فاكانسي اللي تغرب غادي يجي وغادي يتزوج ويجي نسيبو ويقول له أجي مرحبا بك استمر في بلادك، غادي يبيع له 7 ديال البقع، كلهم مالين دوك البقع غادي يبصموا. في الأخر اش غيكتشف؟ بأن عصابة عندها آلة خاصة بالبصمة وكتسكاني حتى الاسماء وعندها حتى لي فوتوكوبي ديال بعض المسؤولين وحتى اراضي الجمع، وبالتالي تيبيعوا عشرات الالاف اخواني ديال الامطار والهكتارات وراء الجبال. هذا الفاكانسي طاح مسكين ما بين الضحايا، اليوم غادي يحلق قلبو للمغاربه وغتشوف الطريقه الخطيره اللي كيستعملوها هؤلاء. اقليم مدينه طاط الحاج، معكم عادل بوقلا من مدينة وطاط الحاج إقليم بولمان عمالة ميسور. شغل نقول لكم، ما فهمتش. أنا أول مرة كندخل، يعني الدخلة الأولى ديالي شريت تزوجت. أول حاجة تزوجت لقيت مع هاد السيد هذا، فهاد تزوجة هذه تلاقيت مع هاد السيد هذا اللي هو النسيب ديالنا، دي البنت اللي ديت أنا راجل خالتها اللي نصب عليا. ديت شري، قال لي شنو بغيت دير؟ قلت له ما كرهتش انا نشري شي اراضي، يعني نستثمر في الفلوس ديالي، ما ندخلش ونخسرهم كما كاع الناس. قال لي عندي شي اراضي نبيع ونشري معاك. باع وشرى معايا، باع لي انا والاخ ديالي 7 ديال الاراضي، خويا شارك معاه 4 ديال الاراضي وثلاثه باعهم لي بوحدي انا. قال لي راه الامور كامله، يعني كامله، هذا الشيء اللي كنبيعو ونشريو فيه عندنا درايه به مده طويله. باع لي الاراضي هذا، ملي اكتشف دوك، ملي بقيت غنبحث على دوك الاراضي لقيت البصمه والسنياتور ديال دوك الناس، هما ما كاينينش تما. واحد رحنا كنا هضرنا في واحد المباشر معاه وسولناه، قال لك انا كاين في فرنسا، وعطينا الاسم ديالو، قال لك نفس الاسم ديالي نفس البطاقه الوطنيه ديالي انا، هو ما كانش داك التاريخ. هاد شهر 12 هذا اللي فات ما كانش هاد السيد وباصم ومسني في بلاصتو، وعندي تاكيد 100% بان بصمه اخرين ما كاينينش. بصمه هو عنده لاباري، عنده لاباري في الطوموبيل، عنده لاباري في الطوموبيل في الباطاغون، عنده لاباري وشتها بعيني انا، وكيبصم نورمال، كيبصم عادي، ماشي كيسكاني الورق، كيسكاني الورق حتى الطوابع حتى الخواتم، يقدر يجيب شهاده اداريه ما ديال شي شهاده اداريه صحيحه ويطبعها كولور. هادشي في الواقع، هادشي في مدينه وطاط الحاج اقليم بولمان. واش كاين ضحايا اخرين؟ كاينين ضحايا بزاف، كاينين ضحايا بزاف، وي انا واحد منهم اللي ما غنسكتش. انت 7 اللي داولك ديال انا 7 البقع كاملين مزورين وكاملين ترافيكين كاملين، حتى وحده ما صحيحه. فاش هاد انا فاش كنت ليا وكتشفت هاد الاسماء انهم مزورين والناس راه ما كاين منها والو، عيطت له قال لي غادي ندير شكايه بك بانك كنتي غادي تجيب لي كونطرا وما جبتها لياش، وسبقني في الشكايه. علاش؟ حيت عنده جهات اللي واقفين معاه، سبقني في الشكايه، والشكايه ديالي ملي خرجت انا ومشى الاخ ديالي ينوب عليا اللي عنده وكاله ما استنتوهاش، قالوا له الشكايه فارغه. نعم، قالوا له شكايه فارغه. هما هادو مجموعه، هو مجموعه منظمه خليه بصمات كامل هم نتحمل بعد البقعه. انا الا كانوا هاد البصمات صحاحين انا نمشي للحبس، الا كانوا هاد البصمات هادو صحاحين انا نمشي للحبس، انا كنتحمل المسؤوليه ديالي. انا ديوني الحبس الا كانوا هاد البصمات هادو 3 ولا 4 البصمات الا كانوا صحاحين انا نمشي للحبس. دابا هاد البصمات، اذا اخي المتتبع، عندنا مجموعه ديال العقود اللي عينتها قناه شوف تي في بان فيها مجموعه ديال البصمات ديال البيع اللي كتاكد بان 7 ديال البقع تباعوا في وطاط الحاج لهذا المهاجر، ولكن للاسف الشديد ان المهاجر تيقول بان هاد الناس ما عمرهم بسموا بانه هو براسو عنده اله خطيره في السياره ديالو اللي تيحاول باش انه واش يخرج البصمات عباد الله او لا. ولكن الغباء ديال هاد العصابه هو انه بصم قدام هذا الواحد اللي تيتواجد في فرنسا. في اتصال هاتفي لمبعوث قناه شوف تي في مع الشخص اللي راه بايع، نكر وقال بان عفوا ماشي انه نكر، انه استغرب وقال لك انني هذه مده طويله ما دخلتش للمغرب، في حين ان العقد تم
ربما في 13 في شهر 12 من السنه الفارطه. نتمنى تعميق البحث والضرب على ايدي كل من سولت له نفسه انه يتلاعب بالعفويه ديال ساكنه المغرب العميق او الجاليه المغربيه المقيمه بارض المهجر. تحيه حكم حميد العقاوي.